me-rap.com. عجب منك حكم كيف تلزق فينا صيدة ما اتكابر لكن واقع خصمي يتهجم بديدة ما هي شماتة جايب هاتة كيف تبينك تلها دامجتني ابرضاها عيب ارجح الاهلها وانت عارف يا المنظم ما برجع الفريزة فشرت يا بآسف تتحكمني الغريزة افتر اسلح مبيلة زار وفتح لا بطيزة لافت تفتر حولك لان روحك الفريزة ما افتر اسلح مبقر لانك بقر ما تقايش هالاسد عنده هيبة ما يصنف بالهوايش خلك عايش او تكيف في يومك يا الصعيدي واذا خليتك عايش تعالوا قصها ليدي من وريدي قولوا زيدي مثلني في اليزيدي عيدي كلمة وحدة فيني حقرني في السويدي هذا كله بس فوزك صار معجزة منشك اطرحها بالارض بكلماتك عززة رغم ذلك من تفايز رغم ذلك من تفايز خلي بجنبك الف حكم لانك انت الف وزعايز كانك شمعته بالضبوي في ظلام داري شمعك ما يحترق الا وتمسح بناري اذا تبي تهزمني لازم تجمع بنش عهودي لازم تقطع الف راس عشان تعبر من جنودي اذا عبارة قرنين تلقي صفر واصل عمرك واذا تتخطى مستقبلي تلقيني حافر قبرك هذا اني ماني خصمك وطلع من اول جولة بنشك ضد شاد طيب كيف تبي وضد تحوله وانت في اشات العايب مو قد تحدي بهايم خارة عليك وعجد ولا ان جدول كل نايم اسلوبك متدن ما يمثل رابط قطرة انا مهوال بمجالي ماني من عشاق الفطر مسيرتي جدا طويلة ما تنهيها بسطر اذكر اسمي بعينك لعينك مني بينشطر حروف اسمك في قلبك اخليها بتندثر بعدها تاخذ اوصل ومن بتندفر لو كنت نافر بشر كان انا عطيتك حق غير القاضي ما تحصل لي الله اكي زقك لا تفرفر على البواقع او بتدور عني زلة انا عربي خالص بقدم اهانة بلها انت فنجاني العود تفتخر فيني اتروت هذا تحدي ميعود لاني في الليدر بورد من اللي كان هايم في الساحة مكان باين طحتوا كلكو انتو بدو ما تفزتوا انتو شدوا صرتوا كلكو واتفقتوا ما اتفقتوا جزي باين لانكم انتو ما برستوا اذا كذا صرت قايل بيتش تفهم كلامي ولا لا الله خاسر خاسر برا الجولة جيب البعد عبورك للجولة ما يعني انك متأهل دامك عبرت الاولى اعتبر نفسك متسلل بيع طولك فرصة عشان بتتقابل ضدي وانا ما اقبل اقابل خارة في هالتحدي كيف عذرة مثلك تدخل معايا نقاش انت عارف نقاشك ينتهي بالفراش لك فمك كانك ارشف يا ضيبي محصل فتح فمه غرفة عشان يدخل انعاش ما عندك لحية وتصيح انا رجال رجولتك منكوحة لانك بزر الدلال يو هذا الراب بارل ما هو كينج اوف ذا رينج انت رجل مخنف ما ينفع تكون الكينج عم ستيل معك بين لما غني فاكيس ما يهمني الخصم حتى وان كان تيس هذا ديس في جبهتك يخلي وجهك دفر احتفرني انا معك ممسحك لانك زفر الرجولة ما تنفع ان تكون هي كذا لان انت مشوارة هذا شغلة انقذزة احيل هذا الشغلة الى حاكم السعيد قرارا يعطيهم ناظر يكون من حديد الرجولة ما تنفع ان تكون هي كذا لان انت مشوارة هذا شغلة انقذزة احيل هذا الشغلة الى حاكم السعيد القرار ان يعطيهم ضابط يكون من حديد هذا جو انا سايق ان امريكانا من يابانا من معانا من اللي خبط في قفانا انسانه بيكون معانا ابعد بيزيد عفانا عارف ان مرفي خايف لان ما عنده حصانه ما متمكن على بيت كيف تبي مني الفوز ما عندك اي اسنان لذا ما نعطيك جوز يا حكم ما هي عداله تخلي ضد اثنين مرفي معه عفانا كيف اضبط هالاثنين مرفي خصم سهل لكن عفانا يتعبني قبل التسليم بيوم طلب مني ان انسحب كان عصبي جدا كل ظني هددني هددته في التعقيم صدمني لما انتحب فاشل ياكل اهانه مظلوم من كل نواحي لما كان مع جروبه عملوا فيه فيلم اباحي كم مره سحبوا عليك وتلزقت بالفورجيز لورنس معه بكسوك وصوت السحبه من نطيش الرجوله ما تنفع ان تكون هي كذا لانه انت مشهوره هذه شغله مقززه احيل هذا الشغله الى حاكم السعيد القرار ان يعطيهم قاضي يكون من حديد الرجوله ما تنفع ان تكون هي كذا لانه انت مشهوره هذه شغله مقززه احيل هذا الشغله الى حاكم السعيد القرار ان يعطيهم قاضي يكون من حديد اسمع me-rap.com yeah ما
انا غني رابع الفاضي عشان بني او تتسنى فرصة لني او بصير كوميدياني من اللي غني من اللي جني فن فني grab the fame fuck your fame beat your game راب الخارة باقي سيم motherfucker shit خلاص لا تناقش هذي مني بقصة تعب تعصابي اطلع خارج رابي بحط كل اسبابي سبب اول انك انت قاعد تلعب بحسابي او ما في اي احساس عندك كافي جوابك خافي ثارة جسك هبت ما يوافي لا تتلفت نار اشتكت فيكم صفت فيكم دفت فني خارة بدون حيلة اي نعم مقبول مجرد وانزل قوي عشان انه جسك بدون محتوى ما يستوي غير اللحن معي ما يستوي مو من مستواي انه تقابل معك في الدسات ولا من مستواي انه ضرب مع الصيدات نيقا